يا شعاره المحبة غيته وغلا وتاده في حياتي نرسمه بحلى عبارة في حياتك نرسمه بحلى عبارة. ترى ما يصلح لأي بس باقي نص بس يا بس لا لا تمام والله انا تقدر عندي لك خلطة وش اطلع فوقها حاجة فخمة انت تاكل للحين ولا لا باكل انا ادري عنك والله ما يطلع والله ما بطالع خلي نخد حطه تحت اليوم نتغدى اصبر خلي اليوم تقهوي عليه خا ذي قد قديف الخاطر لا ذكرت لوني بنام الحين طيب خلاص اسنوني يا ولد لازم اروح افرش واسوي وانا قد والله نكت زي كذا اي والله ما شاء الله عليك والله اني ذكرت الحين لازم اروح افرش من جديد ايوه تقول لي عن ما اللي سوى هذه شو لا تزعل هو عمل متعاون ما في شيء اسمه هو متعاون بس من اللمسات الاخيره نصيحه ان كان ودك تاكل ومضمض والله ما يدي لانك ظني ما بتلحق والله ما يدي لاني قد خلاص والله بصرك يا اخي والسوس ان شاء الله انا بيقدر السوس بيقدر والله ما يقدر بالعكس هو يدور الفرق لا والله انا بيقدر بيقول ذول بياكلون العيال والله اني قد فرشت لو ما قد فرشت انا اكلت الحين معك ما عندي مشكله الشيخ محسن ان شاء الله اني بفرش بالله شوف شوف بالله صرف لي واحده من حقات فيصل ها لا بزي ايش عندك تقول؟ ايش تقول؟ ولا تبون قصيدة غيره ما غيرها انت ليش تقول كذا؟ انا اتكلم كذا الله هو القاله مرتين يا قلنا جالسين هنا قبل قلنا يا اخي يا تكلم قلت ما هو يتكلم كذا قال كذا يقول بل فيصل اي اول ثبت الموقف انا اقول هذا جاني قال مرتين اول ونمشي احنا رايحين احنا وين قبلك لكت نسوي رافه قال نسوي رافه وما ادري ايش قال لي وهذا يسوي كلام هذا من هو ويلتفت لي فيصل قال فيصل انا اتكلم كذا هو قال انا ضحكت على طول لا بعدين يجي عندك اقول لك حاجه ايه اقول لك حاجه يمدها استراحه ترى هذا برضو عند الغمد عندنا ايه صح زبادي ايه صح زبادي تحس بعض الكلمات الف او هاء في كم فيه لكنه هاء كذا هوا زبادي كرسي صح شماغي والله العظيم اي والله شماغي وج جمعان صح الج انا الجمعان اي جمع الجوهره كذا الجاء صح عندهم الجاء قوي هذه في واحد من الشباب كان يقول لنا قلت له وين ساكن هو موظف معنا بالرياض في الدوام وقال قلت له انت وين ساكن؟ قال انا ساكن جنوب جده جنوب جده زهراني قسم بالله لا مو زهراني غامدي او غامدي اي غامدي غامدي قول ايش اسمك فلان الغامدي الهاء عندهم ذا موجود بس انه فخم يا اخي حلوه والله انه فخم لا في واحد بعد يتكلمون حقين اغلبهم اللي حقين الباحه يا اخي اللي هم الزاهرين والغمد بعضهم يتكلمون كذا ايوه اعطنا قصيده تبون قصيده اهم شيء انه انبسط وانا اقلده ما زين انت لابس وزراه هذه فوطه ابغى واحده مثلها يا ولد والله ما اعرف لو تعطيني بس لا انا ادري شو انا عندي مشكله حتى قمصان النوم ما اعرف انام فيها عرفت القميص النوم؟ ما عرفت القميص النوم اللي طويل كان ثوب ما ترتاح قميص رقده فيه القميص الروب ايوه ثوب يجيكم قصير ايش هذا يا اخي ذا ثوب اماراتي يا اخي ثوب اماراتي انت انت تقول هذا انا ما اشوفه حاط اللطمه ما شاء الله لا عرفت انت القميص اللي اقصده اي قميص نوم عادي
والله ما اقدر. ما راح امسح فيه انا. يا اخي احس اني مربوط. لازم ارفع لين فوق اصلا السروال يطلع حاله كذا يجي احب البس هذا شو اسمه؟ قطن. انا يا طويل انا مع انا مع جميع الحالات. اي والله ارقد ببدله جنز ثوب وزره فرو. اي والله الحمد لله. والله ما اقدر. ما احس اني مقيد. لازم اتجرد ارقد من ال... والله انت من النوع اللي يتحرك. لا لا احيانا اعطيها. شفت عبد الله الجيبان كيف يرقد؟ خايف من عبد الله الجيبان. راقد كذا تقول كان داخل محكمة. خايف من عبد الله الجيبان. شفت ذا محمد الشهراني قضيه معطيها رجل رجل شوف رجل واحد وحاط رجل رجل انا القضيه لمحمد عبد الله يمسكها جالسين في الحلم تقابلي استر علي ابو الجيبان اخف شخير هالايام دي. والله انا ما اخف البارحه مريت عليه الا والله والله اخذ عفشي اروح انا والله ما عاد اقدر انام هنا. وين ترقد؟ يا اخي وش المتعه وانت تركب فكره برد زايد يا اجل نومك خفيف انت. إيه؟ نومك خفيف. نومك خفيف كيف كذا؟ والله اقول الرجال اللي طقطق عليك مجلس قال يا اخي زينها منه اوكي.